تجربه اسمها سنجل سيل ديفراكشن. محتاج اعرف التجربه الهدف منها بتتكون من ايه، الصفات بتاعتها وازاي بتتم التجربه، وفي الاخر اعرف احسب واطلع النتائج بتاعتي. طيب هدف التجربه بتاعتي ادرس سهره الحيود عن طريق الحيود بيحصل امتى. لما يمر الضوء مثلا من مفاتحه ضيقه هيحصل له حيود، هيكون ايه؟ كون اهداب، هدف مضيئه، هدف مظلمه. طيب عن طريق دراسه ظاهره الحيود ديت هقدر احسب منها عرض او اسمه ويتس اوف سليت، عرض الفتحه اللي بيمر منها الضوء. طيب ازاي هعمل التجربه بتاعتي او التجربه من الاول؟ اول حاجه لازم يكون عندي فتحه، الفتحه اصلا بتاعتي اللي هي سنجل سليت او فتحات، وفي مصدر يكون مصدر للضوء لازم يكون عندي اسمه ليزر سورس. خطره الليزر ليه؟ لان اصلا الليزر عباره معروف اللي هو ايه، احاديه طول الموجه. وفي حاجه اسمها اوبتيكال بنش ديت برضو بتثبت على كل المكونات بتاعت التجربه بتاعتي. في سكرين او حاجه بعرض عليها اللي هو الباترن بتاع الديفراكشن هنعرفه من شويه. وفي مسطره بقيس منها بقيس بها الاطوال، في مسطره صغيره ومسطره ايه متر رولر يعني مسطره كبيره بقيس بها اطوال كبيره شويه. طيب في نشوف نقاط على التجربه. ده بالنسبه لي اسمها سنجل سليت اهيت، عباره عن ايه؟ اربع فتحات، فتحه طولها او عرضها 2 من 100، طبعا الاطوال كلها بالمتر بالمليمتر قصدي 2 من 100، الفتحه الثانيه 4 من 100، 8 من 100، 16 من 100 مليمتر. طيب كل فتحه هيديني شكل مختلف. وده بالنسبه لي مصدر الضوء اسمه الليزر سورس. ده السكرين هي حيطه مش فارقه، ممكن اجيب سكرين او اي ورقه او اي مش تفرق، او شاشه مش تفرق يعني، حاجه بعرض عليها الشكل بتاعي، حاجه ايه بيضاء. في علاقه ازاي بتتم التجربه بتاعتي؟ انا عرفت لما يعدي مصدر ضوء في فتحه ضيقه هيديني شكل ايه اللي اسمه باترن ديفراكشن او شكل الحيود بتاعي. طيب في علاقه تربط الاثنين ببعض اللي هي بتقول لي ايه؟ اي ساين ثيتا بيساوي ان لامدا. اي ساين ثيتا ايه؟ هو عرض الفتحه بتاعتي الوس بتاع السليت. ساين ثيتا هو ساين الزاويه، الزاويه اللي تكون فين؟ اللي هي بيكون عندها نقطه او الهدبه ايه المظلمه، بتساوي ان لامدا. ان هو بالنسبه للاوردر بتاع ايه النقطه المظلمه، لامدا هو الطول الموجي بتاع المصدر الضوء بتاعي. انا عرفت ان الزاويه بتاعتي اصلا صغيره جدا، يبقى تان ثيتا بتساوي ساين ثيتا تقريبا، اللي هي بتساوي ايه الشكل بتاعي بالنسبه لي. انا بالنسبه لي الفتحه بالسكرين، ده بعد الفتحه عن السكرين، اصبح الساين ثيتا بالنسبه لي هي التان ثيتا. عرفنا الساين ثيتا بيساوي تان ثيتا، هتساوي ايه؟ الواي على الدي. الواي هو عباره عن ايه؟ من النقطه المظلمه لايه؟ للسنتر. يعني بس الواي بتاعتي مثلا عايز اقيس مثلا واي واحد النقطه المظلمه اللي هي سنتر ايه؟ سنتر الماكسيمم. انا عندي كون ازاي الشكل بتاعي؟ سنتر الماكسيمم ده اقصى انتنستي، بعدها اقل شويه، عايز اجيب واي واحد بقى اللي هو اوردر ان بواحد، اصبح من ايه؟ من السنتر الماكسيمم لاول نقطه مظلمه. ونفس الفكره واي واحد فوق هي نفسها واي ماينس 1، كانها نفس ايه؟ بيساووا بعض. يعني واي واحد فوق هي واي واحد ايه تحت. مثلا عايز اقيس واي 2 يبقى من السنتر برضو للنقطة أو الهدبة إيه المظلمة الثانية، النقطة دي وليكن، وهكذا، نفس الفكرة تحت، القيمة اللي فوق زي القيمة اللي تحت. طيب، في الآخر أنا جيت واي واحد، عايز واي واحد بالنسبة لي إن بواحد، خلاص يبقى لامدا دي على إيه؟ طب دي بالنسبة لي إيه؟ دي بالنسبة لي المسافة بين الفتحة بتاعتي والسكرين اللي إيه اللي عليها بيظهر الشكل بتاعي. وإنه عرفنا الإيه من شوية اللي هي عرض الفتحة، اسمه السليت ويتس. نظرا اللي ممكن اصلا ما اقدرش احدد نص، يعتبر اصلا بالنسبه لي نص العرض بتاع انا هشتغل اصلا على ايه؟ على ان بواحد اسمه فيرست اوردر. طيب خلاص ان بواحد هقدر احسب واي واحد، واي واحد بالنسبه لي اللمدا دي على ايه؟ طيب المفروض اقيس واي واحد بالنسبه لي من السنتر لاول نقطه ايه؟ مظلمه. بالنسبه لي الشكل ده مش هيكون اكيوريت شويه يعني مش هقدر اقيسه. فقال لك يفضل تقيس ايه؟ عرض الفتحه كلها او عرض اللي هو الهدبه المضيئه كلها اللي هي عباره عن ايه؟ واي واحد فوق زائد واي واحد تحت اللي هي بالنسبه لي سميناها ايه؟ دلتا واي واحد. دي عباره عن ايه؟ ضعف الواي واحد ضرب في 2. هضرب دي في 2 كاني ضربت في المعادله دي في 2 اللي هي 2 لامدا دي لامدا على ايه؟ خلاص لو عرفت الدلتا واي واحد وعندي لامدا وعندي الدي اقدر احسب ايه ولا لا؟ الرقم هيبقى ايه؟ ايه بيساوي 2 دي لامدا على دلتا واي. خلاص عرفت الايه هي بالنسبه لي عرض الفتحه، دي المسافه بين الفتحه والسكرين اللي بيظهر عليها الشكل اللي هو الديفراكشن بتاع الحيود بتاعي، ودلتا واي بالنسبه لي هو عرض الفتحه المضيئه او عرض الهدبه المضيئه. طيب هعمل ايه بقى؟ هشغل مصدر الضوء بتاعي للجزء العملي. خلاص عرفنا ازاي بتتم التجربه للجزء العملي. هشغل مصدر الضوء بتاعي
وعم بعمل ايه؟ وليكن مثلا انا عندي انه اربع فتحات، هعمل ايه؟ عندي مثلا وليكن الفتحة الاولانية هختارها مثلا وليكن كام؟ 16 من 100. طيب هي بالشكل اصلا هتكون واضحة اكتر، بس انا هحط على ايه؟ فتحة ال 16 من 100 مليمتر، سجلتها 16 من 100 مليمتر، ده العرض اللي هو الايه؟ اللي هو الثيوريتيكال مليمتر. انا عايز اسوي اصلا العرض عملي. طيب محتاج اعرف الدلتا واي واحد. دلتا واي واحد بالنسبه لنا ايه؟ قلنا هو عرض الهضبه المضيئه اقصى الى اسمها سنتر الماكسيموم. بعرفها ازاي؟ عندي مسطره انا اظبطها بالاس اللي هقيل بيها. فين العرض المضيئه اللي هي اكبر نقطه؟ الانتنستي بتاعت يعني اعلى انتنستي. فين؟ هي واضحه بالنسبه لي اللي في الوسط. طيب قيسها ازاي؟ اهوت وليكن النقطه مظلمه، النقطه مظلمه تقريبا كام؟ 7 من 10 سنتي. ترى 7 من 10 سنتي ده كام؟ 7 سنتي تقريبا. ده 7 ملي. 7 من 10 سنتي 7 ملي. 7 ملي يعني قست عرض الفتحه المضيئه اللي هي الهضبه المضيئه، ترى 7 من 10 سنتي اللي هي 7 ملي. طيب طب عشان اجيب الايه بتاعت القانون دي محتاج ايه؟ محتاج برضه ايه؟ الطول الموجي بتاعي تقريبا 670 نانومتر او 690 يعني. طيب كيف الضوء نفس الايه؟ الدي. الدي قلنا عباره عن ايه؟ مسافة بين الفتحة بتاعتي للويتس سنج ستيت ويتس والسكرين بتاعتي وليكن كام؟ 80 سنتي في الشكل اللي عندها. انت ممكن تختلف، ممكن تختلف انت تقيس من السكرين لغاية الفتحة بتاعتي. انت مثلا كام تقريبا؟ كام؟ 80. 80 سنتي يعني كام؟ 800 مللي يعني. خلاص كده عرفت الدي بتاعتي، خلاص سجلها هنا مثلا 800 مللي واحسب الايه؟ الايه بتاعتي كده جبتها في حاله ايه؟ لما كان الفتحه بتاعتي عرضها 16 من 100 ملم. طيب جيت جبت ايه؟ اجيب الايرور بتاعي بالنسبه لي اللي هو الايه؟ اللي هي اللي جبتها مثلا وليكن مثلا ميجرد مثلا ايه؟ اكزاكت اللي هي هنا على ايه؟ على ايه اكزاكت في 100. ده ميجرد اللي هي ايه؟ اللي حسبتها من هنا او قستها يعني بتاعي العملي. اكزاكت اللي هي قريتها من على الجهاز او التولز بتاعتي اللي هي سنجل ست العرض عند الفتحات يعني على الايه اكزاكت اللي برضه اللي هي الحقيقيه 16 من 100 واضربها في 100 جبت الايرور بتاعي. ده بالنسبه لاول فتحه. الفتحه الثانيه بحركها بالترتيب كده اهوت بحرك الريتم يديني الشكل اللي يظهر على ايه على السكرين بتاعتي. برضه اعمل ايه؟ بقيس برضه الفكره برضه بقيس العرض لاكبر هضبه مضيئه طلع كام مثلا ليكن 13 او 1.3 من 10 سنتي الى 13 مللي تقريبا. 13 مللي تقريبا. طيب لو انتوا لاحظتوا المفروض اصلا يعني الدلتا واي اصلا المفروض يحصل لها تزيد، الدلتا واي يحصل لها زادت كل ما الفتحه حصلت. الفتحه دي كام؟ كانت كام؟ 8 من 100 مللي. كل ما الفتحه حصل لها قلت كل ما الواي او الدلتا واي زادت، علاقه عكسيه بين الدلتا واي والايه؟ نفس الفكرة برضه احسب ايه؟ الايرور في الاخر. تمام شكرا.